السلام عليكم ورحمة الله. سلمت الحكومة ردها على خارطة ولد الشيخ، وبحسب مصادر في الحكومة فإن الرد احتوى على كشف مخالفات الخارطة لمرجعيات الحل الأساسية في اليمن، وهي القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. كما تضمن الرد اشتراطات الحكومة لإنجاح المشاورات والتوصل إلى حل سياسي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش رد الحكومة وكيف سيتعامل معها رعاة الحل السياسي في اليمن. بعد أسابيع من رفض الحكومة التعامل مع خارطة ولد الشيخ، اضطرت الحكومة بعد ضغوطات دولية للرد على الخارطة التي لم تقبلها الحكومة بعد، ولكن ما أوردته من ملاحظات يشير إلى أنها لا تزال ترفضها، وذلك بالتأكيد على أن هذه الخارطة تخالف كل مرجعيات الحل التي تم الاتفاق عليها سابقا. وبحسب مصادر في الحكومة فإن رد الحكومة تضمن أيضا اشتراطات ضرورية للحل، وأهمها إخراج الرئيس المخلوع وزعيم ميليشيا الحوثي إلى منفن اختياري، وإزالة كل آثار الانقلاب، وتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي. قبل النقاش نتابع هذا التقرير الذي يوضح أهم ما تضمنه رد الحكومة. سلمت الحكومة للمبعوث الأممي ردها على خارطة الحل التي كان قد قدمها في وقت سابق، ورفضت الحكومة التعامل معها حينها قبل أن تخضع لضغوط دولية تدفع نحو قبول الخارطة كحل نهائي للأزمة اليمنية. مصادر في الحكومة أكدت أن الحكومة أبقت على رفض هذه الخارطة، وأوضحت في ردها جملة المخالفات التي تضمنتها خارطة الحل للمرجعيات التي تم الاتفاق على أنها تشكل أساس الحل في البلد. وبحسب المصادر فإن الرد يتكون من عدة فقرات تتمحور حول مخالفة الخارطة لقرارات مجلس الأمن 22-16 و21-40 و22-01، والتي تنص على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح إلى السلطة الشرعية ومعاقبة المتسببين بالانقلاب، فيما جاءت خارطة ولد الشيخ متجاهلة كل ذلك لتتحدث عن أطراف صراع مقترحة تسليم السلاح لطرف ثالث. الرد تضمن أيضا مخالفة خطة ولد الشيخ للمبادرة الخليجية في ثلاث فقرات، أهمها موضوع الرئاسة، حيث جاءت الخارطة لتلغي مقررات المبادرة فيما يخص العملية السياسية معتمدة رؤية الميليشيا في عملية إصلاح مؤسسة الرئاسة. جزئية أخرى من الرد تضمنت مخالفات الخارطة لمخرجات الحوار الوطني، وتتمثل باقتراح الخارطة لمؤسسات بديلة عن المؤسسات التي اقترحتها المخرجات فيما يخص الإشراف على العملية الانتقالية، وكذلك دعوة المبعوث الأممي لحوار جديد، وهو ما من شأنه أن يلغي كل مخرجات الحوار الوطني في ظل استمرار المعادلة السياسية مختلة على النحو القائم وعدم إزالة آثار الانقلاب. الرد تضمن أيضا شروطا وضعتها الحكومة لقيام مشاورات جادة تتضمن إخراج الرئيس المخلوع وزعيم ميليشيا الحوثي إلى منفى اختياري، وتسليم الأسلحة والانسحاب، ومحاسبة من تسببوا بالانقلاب، وعدم التعرض لشرعية الرئيس هادي بغير انتخابات، وتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي، وإلغاء كل ما ترتب على الانقلاب. الملاحظات في مجملها تشير لحجم الانحراف الكبير الذي طال الخارطة الأممية للتسوية السياسية في البلاد، وهي مؤشر على الخفة في البحث عن الحلول دون التعاطي مع التشخيص الحقيقي للمرض اليمني المزمن والمتمثل في الانقلاب على الدولة ومحاولة شرعنة وجود وسلوك الميليشيا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع رئيس مركز أبعاد الدراسات عبد السلام محمد بن رياض. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد السلام. البداية، قراءتك الأولية لرد الحكومة. طبعا رد الحكومة كان واقعيا مبنيا على الثلاث ما نسميها الثوابت الحقيقية للانتقال السياسي السلمي للسلطة، وهي مسألة المبادرة الخليجية كمرجعية عامة للانتقال، ومخرجات الحوار الوطني التي أفضت إليها المبادرة الخليجية كجزء من الانتقال الذي لن ينتهي بعد وتوقف بسبب الانقلاب، والمرجعية الثالثة هي مسألة القرارات الدولية. وفي كل هذه المرجعيات الثلاث كانت الخارطة ما نسميها خارطة ولد الشيخ أو خارطة حتى رؤية كيري التي ربما تم كتابتها على عجل ولم يكن ربما أحد مشارك فيها ممن يفهمون الوضع اليمني ويفهمون حقيقة الانقلاب الذي حصل للبلد، وإنما يبدو أن من كتبها هو يميل ميل نعم. تام إلى الميليشيات. فهذه الرؤية
كانت منافية تماما لهذه الثوابت، وخاصة بما يتعلق بمسألة الانتقال، أي بمعنى تشجيع الميليشيات على ما حصل، أو تشجيع ميليشيات أخرى لتكرار ما حصل، كونهم يحثوا على مسألة الانتقال بمسألة الرئاسة بالذات أن تتم عبر اختيار شخص ثالث ربما يدير المؤسسة الرئاسية تنفيذيا، ويبقى الرئيس خارج المؤسسة. نعم. وهو أمر مغاير جدا للانتخابات، وبمعنى يدخل البلد في فوضى، وهو تأجيل عمليا للصراع. نعم. طيب سعد السلام، هل تعتبر هذا التعامل مع أو الرد من قبل الحكومات يعني تعامل مبدئي وقبول ضمني لخارطة ولد الشيخ الجديدة المتضمنة خطة كيري، أم هو ربما استمرار في الرفض؟ لا أستطيع أقول إنه استمرار في الرفض، ولا أستطيع أن أقول إنه قبول. هو جزء من المعركة السياسية الموازية لمعركة الميدان. هناك إخفاق واضح جدا في الميدان لكلا القوتين، يعني لا أقول الشرعية فحسب، حتى الانقلابيين يتراجعون يوما بعد يوم، وبالتالي هذا جزء من المعركة السياسية. دائما المعركة السياسية هي تأتي رديفة لمعركة الميدان، لكن حقيقة الأمر أنا باعتقادي أن اليمن ستكون النتيجة الحقيقية لهذا البلد باتجاه الاستقرار هو نتاج المعركة في الميدان. نعم. وماذا تقرأ في الميدان؟ هل هو يعني ما على الميدان يشير بأن موقف الحكومة والشرعية أقوى من الميليشيا، أم العكس؟ هناك ضغوط دولية كبيرة جدا على الشرعية وعلى التحالف العربي في عدم التقدم وعدم التحرير في المرحلة الثانية من مراحل التحرير، اللي هي بما يتعلق بمسألة تعز والساحل التهامي، وهذه يعني يبدو أن واضح جدا أن رد الحكومة عمليا على هذه الرؤية هو من نوع تجميد هذا العمل مؤقتا، أو أنه يكون ربما تحتاج لجزء من المتنفس في الميدان. واضح جدا أن الذي يخسر كثيرا، يخسر على الأرض، هو الحركة الحوثية وميليشيات الانقلابية، والدليل على ذلك تحرك الأمريكان والأوروبيين في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا. هم لا يريدون أي هزيمة عسكرية لهذه الميليشيات، يريدون الحفاظ عليها كتوازن، يعتبروه كجزء من التوازن بحفاظها على القوى العسكرية، كونهم أقلية بحساباتهم هم، لكن بحساباتنا احنا ميليشيات انقلابية. نعم. طيب استاذ عبد السلام، تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير استاذ عبد الناصر. مساء الخير لك. اهلا ومرحبا بك استاذ عبد الناصر. الاستاذ عبد السلام محمد يقول بان ربما الرد من قبل الحكومه جاء من اجل يعني تعطيل او اماده يعني عمل هذه الخطه التي تقدم بها ولد الشيخ وتضمنت خطه كيري، وقد تتضمن في طياتها الرفض ربما. انت كيف تقرا هذا الرد؟ تحياتي لك وللأخ عبد السلام. يعني الحكومة من البداية هي رافضة لهذه الخطة، وهذا الرد هو تعبير عن هذا الرفض، ولكن تغير أسلوب الرفض. في البداية كان رفض الحكومة كما تعرف ويعرف الجميع أنها رفضت حتى مجرد استلامها، وهذا كان حتى من الناحية الدبلوماسية كان يشير إلى قصور وإلى عدم حكمة، لأن الحكمة في هذه الظروف أنك تستلم أيا كان أي مبادرة ثم تقدم ملاحظاتك عليها، وهذا ما تداركته الحكومة بعد الضغوط التي مورست عليها. ما لاحظنا في ردود الحكومة وما تسرب من هذه الردود بأنها مصرة الحكومة على موقفها في رفض هذه الخارطة، وهذا أمر طبيعي. يعني الخارطة في جوهرها هي تستبعد الرئيس هادي من السلطة بشكل أو بآخر وتجمد صلاحيته، وبالتالي من الطبيعي أنه يرفضها إن لم يكن لأسباب موضوعية، لأسباب شخصية بحتة، لأنه يريد هو وفريقه البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة. نعم. ومع ذلك هذا الرفض وهذه هذا الموقف الحكومي هو سيدخل هذه الخارطة في مرحلة من الجمود، لا يمكن أن يستجاب لمطالب الحكومة بتعديل الخطة على الأقل في الوقت الراهن. المبعوث الأممي صرح بأكثر من مرة بأن هذا هو المتاح، بمعنى أن وصرح أيضا في صنعاء قبل مغادرة في صنعاء بأن الخطة غير قابلة للتعديل، وهذا الأمر طبيعي عندما أنت تضع خطة معينة
لا يمكن أن تفتح الباب لهذا الطرف بأن يقبل منها جزء وللطرف الآخر بأن يرفض جزء، لأنه في هذه الحالة ستعيد التفاوض حولها. نعم. ومع ذلك هذه الخطة بشكل عام هي ليست خطة للسلام حقيقية من البداية، افتقدت إلى كل الأركان الذي يجعلها خطة مقبولة وخطة يمكن حتى التفاوض عليها. نعم، إذا هل يمكن يعني رد الحكومة من خلال كلامك إذن يعتبر بأنه تجميد لهذه الخارطة وربما قد يستمر الحال لفترة أطول، أم تعتقد بأن هناك ضغوطات دولية ربما ستمارس بشكل أو بآخر على الحكومة والشرعية وعلى الحوثيين ل يعني تنفيذ هذه الخطة؟ يعني حتستمر الضغوطات الدولية وتحديدا الأمريكية الغربية وجزء من دول التحالف. نعرف أن جوهر الخطة يقوم على إخراج هادي من العملية السياسية، وهذه قناعة لدى تقريبا جميع الدول الغربية بأن هادي أصبح عقبة أمام أي تحريك لعملية السلام، أو حتى مش عملية السلام، التحريك الموقف في اليمن. وجزء من دول التحالف مقتنعة بهذه الفكرة، وجزء من النخبة السعودية مقتنعة بهذه الفكرة، وبالتالي موقف الرئيس هادي هو ضعيف جدا فيما يتعلق بصلاحيته وبقائه. نعم. لهذا سيستمر الضغوط عليه، ولكنه يستطيع أن يفلت من هذه الضغوط أو يستمر في عدم الانصياع لها، على الأقل ما دام هناك طرف في السعودية لا زال رافض لهذه الخطة، وبالتالي هو يتكئ على هذا الطرف، لأنه بدون اتكائه على الطرف السعودي، لو افترضنا مثلا أن السعودية أصبحت مقتنعة تماما بتنفيذ هذه الخطة، يصبح موقف الرئيس هادي وموقف الحكومة الشرعية ضعيف. نعم. وليس لديهم ما يناورون به وليس لديهم ما يرفضون به. نعم، طيب استاذ عبد الناصر، اعود للاستاذ عبد السلام. استاذ عبد السلام، اذا الاستاذ عبد الناصر يقول بان موقف الرئيس عبد ربه منصور ضعيف، وايضا الجميع مؤمن بما فيهم المجتمع الدولي بان بقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي هو انسداد لاي حل الازمه السياسيه، ما رايك؟ انا اعتقد الان الاشكاليه ليست في مثلا ضعف عجز الرئيس او السلطه او شيء، الرئيس هو خارج الان، يعني كان خارج البلد تماما، يعني سقط البلد ومؤسسات الدوله في يد الانقلابيين، وبالتالي الاشكاليه الكبيره الان مدى جديه الميليشيات الانقلابيه في عمليه سلميه او عمليه سلام. من الواضح جدا ان التحركات لا تتم إلا في حال الهزائم والتراجع لهذه الميليشيات، أما في حالة انتصارها وتمددها أنا أعتقد أن الأمر إذا استطاعت الميليشيات أن تعيد سيطرتها وتمددها وتعيد بناء قوتها، أنا أعتقد أن هذه الخرطة حتى لن تكون مقبولة لدى الميليشيات هذه ولا لدى حتى الأمريكان والأوروبيين الذين يعملون عليها الآن، وسيتركون فرصة للواقع الميداني. لكن الأمر اختلف عندما تراجعت وبدأ وصول الجيش الوطني في محيط العاصمة صنعاء وبعض التحركات في تعز، هذا الأمر أقلقهم بشكل كبير إلا لهذا. لكن كان موقف الأستاذ عبد السلام، كان موقف المجتمع الدولي كما تعلم عندما مثل ما ذكرت أن الميليشيا توسعت وتمددت وانقلبت على الشرعية، كان هناك قرار أممي 22/16 ضد الميليشيا عندما انقلبت على الدولة وسط إلى كل مكان. إذا كانت النظرية التي تقول عنها صحيحية ويدعمها المجتمع الدولي، إذن لماذا أصدر القرار 22/16 ولماذا تدخل التحالف العربي؟ القرار الدولي معروف جدا، يعني وسبقته قرارات تقريبا 3 قرارات مهدت لهذا القرار. كان القرار بضغط خليجي سعودي، وهو القرار حقيقة الأمر هو مجاملة للخليج أكثر مما هو الإرادة منه لعملية السلام داخل اليمن. والقرار إلى الآن رغم أنه تحت الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة لم يطبق منه شيء، أي بمعنى أنه كان يفترض اولا معاقبه الدول التي تمول الانقلابيين والدول التي تبيع اسلحه للانقلابيين، ايضا معاقبه الانقلابيين نفسهم، في ليست العقوبات فقط بل عقوبات عمليه، يعني مثلا المؤسسات التي تتعامل معهم، ونحن نرى ان لا زال هناك مؤسسات ماليه واقتصاديه كبيره جدا تتعامل معهم والامر متاح بالنسبه لهم، والاسلحه تصلهم ليل نهار. نعم، توقعك لتعامل المجتمع الدولي مع رد الحكومة؟ أنا أتوقع هم يعرفون أن هناك
سيتم تفاوض، وان كل عمليه تفاوض تاخذ من طرف من هذه المبادره جزء منها. ولذلك هم رفعوا السقف بشكل كبير جدا، رفعوا السقف الى درجه جعلت من الانقلابيين جزء من كيان السلطه الشرعيه، وبالتالي هم سيعيدون السقف الى مستوى معين الى حد الشراكه. وانا اعتقد ان 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 المجتمع الدولي هو ماضي في الضغط هذا في اطار تنفيذ هذه الرؤيه مع بعض التعديلات التي لا تضمن انتصار للشرعيه على البعض يقول استاذ عبد السلام. ولكن ايضا في الجانب الاخر اتوقع ايضا ان هناك تغيرات اقليميه ودوليه قد تضر بالانقلابيين. تضر بماذا؟ نعم قد تضر، بمعنى أنهم لن يجدوا الدعم الكافي من خلف الستار كما حصل لهم في عهد أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن حلفائهم وشركائهم الإيرانيين الذين تحركوا بكل أريحية خلال فترة أوباما، أنا أعتقد أنهم يحتاجون لوقت. نعم. للعودة إلى الداخل. نعم، ترى بأن هذا التغير الذي سيحدث هو في صالح الشرعية اليمنية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد الدراسات والبحوث. عودة إلى عمان مع الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يعني هذه التحركات والضغوطات التي تمارس الآن دوليا، هل باعتقادك ستثمر؟ يعني كما ذكر الأخ عبد السلام، العالم بيمر الآن في مرحلة تحول. التغير الإدارة الأمريكية له تأثير مباشر على الأزمة اليمنية. حتى الآن نعرف أن خارطة ولد الشيخ هي مستقاة بشكل غير مباشر من أفكار كيري، وبالتالي هي رغبة لإدارة أوباما وتصورها لحل المشكلة في اليمن. حتى الآن لا نعرف بالضبط ما ستكون عليه تصورات إدارة ترامب للأزمة اليمنية. هناك أكثر من تصور، هناك تصور بأن ترامب بسياسته التي ربما تحجم إيران في المنطقة وتضعفها، وقد هذا يؤثر كما ذكر بشكل سلبي على الحركة الحوثية حين يفقدها تأثير حليفها الرئيسي وهي إيران. من ناحية أخرى أيضا هناك داخل إدارة فريق أوباما من هو متشدد في التعامل مع بين قوسين الإسلام السلفي، القاعدة، الإرهابي وغيرها من التسميات، وهذا قد يفيد الحوثيين لأنه يظهرهم وكأنهم الطرف الذي قادر أن يوقف التطرف السني في اليمن أو يضعفه أو يضعف القاعدة وغيرها من القوى التي تخشاها الولايات المتحدة، وهي التي أيضا حفزت كيري وغير كيري بأن. ولكن كانت الحكومة الشرعية أستاذ عبد الناصر كما تعلم، الحكومة الشرعية حليف أساسي مع الأمريكان ومع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، وربما اليمن من أكثر الدول نجاحا في هذه التجربة. يعني القضية التحالف بالمعنى الرسمي، علي عبد الله صالح أيضا كان حليف مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ولكن كانت سياسته وتعامله مع هذا الملف يحيطه الكثير من الغموض واللعب وعدم الكفاءة والتحايل والاستثمار وغيرها. أقصد إن وجدت أستاذ عبد الناصر، إن وجدت دولة شرعية يعني تضمن هذا الملف للمجتمع الدولي، ربما هو الأضمن. هو الأضمن من أن تسلم للميليشيا. بالضبط، هذه الفكرة الذي أيضا لم يستطيع اليمنيون أن يوصلوها حتى قبل وصول الحوثيين، عندما كان الكثير من القوى تتآمر مع الحوثيين لإسقاط صنعاء بما فيهم السلطة الحالية وأحزاب كثيرة في المشترك وغيرها، كانوا يتعاملوا بأن الحوثي هو الطرف المعادل لهذه الجماعات. ولكن كما ذكرت، أي قوة مثل القاعدة أو غير القاعدة لا يمكن محاربتها إلا من قبل سلطة شرعية تمتلك القوة والتفويض الشعبي الحقيقي الذي يمكنها من دحر القاعدة أو غير القاعدة. لا يمكن لميليشيا أن تحارب منظمة معاكسة لها. على العكس من ذلك، رأينا أن الحوثيين بكونهم متناقضين من حيث الأيديولوجيا، من حيث الفكر، مع الأيديولوجيا التي تتبناها القاعدة وشبيهاتها، بل متشابهون إلى حد كبير. أستاذ عبد الناصر، بل قد يظهروا متشابهين بحد كبير في أفكارهم وفي يعني أعمالهم.
لا 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 سيبك من الأعمال والسلوك، أنا أقول المتناقضين من حيث الأيديولوجية، أيديولوجية كل طرف يريد أن ينصف الآخر، وبالتالي الحوثيون هم الذي قووا القاعدة وهم عامل محفز لاستمرار وبقاء القاعدة وتطورها وتقويتها في اليمن، لأن كل طرف يقوي نقيضه. وعلى العكس من ذلك نجد أن هناك ما يشبه التفاهم الضمني بين الطرفين، لأن كل طرف يستمد شرعيته من وجود الآخر. القاعدة وداعش وغيرها تقول بأننا هنا لمحاربة الروافض، الحوثيون يقولون نحن هنا لمحاربة داعش والقاعدة، وبالتالي من مصلحة الحوثي أن تبقى القاعدة وتبقى داعش كمبرر موضوعي أمام العالم الخارجي وحتى أمام جزء من العالم الداخلي، والقاعدة وشبيهاتها لهم نفس المبرر. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني بالعودة إلى بنود الخارطة، تضمنت رد الحكومة بأن إن كان هناك قبول لهذه الخارطة يجب في بدايتها أن يكون هناك إخراج للرئيس المخلوع وزعيم الميليشيا إلى منفى اختياري، وتسليم الميليشيا وتحولها إلى حزب سياسي. إمكانية تحقيق هذه المطالب إن تمت؟ يعني أولا هذه المطالب لن تتم ما دام أنت ليس إلا بالقوة، بمعنى أنه لا يمكن، والطرف والحوثي وصالح لا زالوا مسيطرين على أكثر من 70% من سكان اليمن والعاصمة وأهم مفاصل الدولة في أيديهم، أن تقول لهم هكذا ارحلوا بسلام، لا يمكن أن يسلموا بذلك. يعني هذا هو المنطق الطبيعي. نحن كنا نتمنى من 2011 أن يتم إخراج جميع القوى التي تصارعت من العملية السياسية، بما فيها داخليا أو بحجر الحجر عليها من التعامل السياسي، لكن الآن لا زال نتمنى، لا زال الأمنية قائمة. أقولها أنا وربما أعبر عن معظم رغبات الشعب اليمني، بأن الطبقة السياسية التي حكمت 2011 وقبل 2011 والطبقة السياسية التي حكمت من 2011 حتى الآن والحوثيين الذي حكموا من سبتمبر وحتى الآن، جميع هؤلاء لو استطعنا بفعل فاعل ما إخراجهم جميعا من العملية السياسية، ربما اليمن ستكون أفضل، لأن هؤلاء أصبحوا هم المشكلة، ولا يمكن من كان سبب في المشكلة أن يصبح سبب للحل. ولكن كون العملية لا زالت بهذا الجمود، فأي مفاوضات وأي تسوية لابد أن تبقي هؤلاء المتصارعين، كون التفاوض والعملية السياسية يعني القبول بالحلول الوسط، والحلول الوسط هي حالة من تسوية هشة، محاصصة جهوية سياسية أيا كانت هذه المحاصصات، وهذه هي تسوية هشة، حتى في حال حدوثها لن تكون إلا عبارة عن هدنة مؤقتة يستأنف بعدها الأطراف هذه نفسها. أشكرك. الحرب من جديد وبصورة أخرى. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ عبد الناصر المدعى المحلل السياسي، كنت معنا من عمان. و معنا الآن من المملكة المتحدة من شيفيلد رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مساء الخير دكتور. أهلا، مساء النور، يا مرحبا. أهلا ومرحبا بك دكتور. أنت قراءتك لرد الحكومة ماذا تقرأ فيه؟ هل هو رفض؟ هل هو قبول بمبادرة كيري؟ ماذا تقرأ فيه؟ شكرا جزيلا ومساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام وضيوفك ايضا الاكارم. اهلا ومرحبا. الحقيقه انا يعني منذ البدايه تمنيت ان الحكومه وقفت هذا الموقف ودرست المبادره والتقت ولد الشيخ وقدمت له اسباب رفضها للمبادره، لكن الحكومه تصرفت بطريقه القبيلي الذي لم يعجبه موقف وراحت تعاند. الان بدا التصرف السياسي الحكيم، واللقاء بولد الشيخ كان دليل على تصرف سياسي حكيم وإن جاء متأخرا، ومقابلته ومصارحته. الموضوع ليس موضوع قبيلة وإهانة ومس بالكرامة الشخصية لرئيس الجمهورية ونائبه والمؤسسة الرسمية. نعم. هذا التصرف اللي أقدمت عليه الحكومة أعتقد أنه يمثل رفضا للمبادرة بطريقة مهذبة تليق بمؤسسة سياسية تدير بلاد. نعم. أو ترغب أن تدير بلاد. ربما جاءت ردة الفعل دكتور عيدروس، ربما جاءت ردة الفعل بعد المماطلة التي يعني والعدم تنفيذ أي مبادرة أو أي خطة أو أي اتفاقية، وكان آخرها ما حدث في الكويت، فجاءت هذه ردة الفعل بناء على عدم ائتمان الميليشيا للاتفاق أو لتنفيذ أي نقطة يتفق الجميع عليها.
شوف الحقيقة يعني هناك فرق بين ميليشيا انقلابية عندها أجندة. نحن عارفين ماذا تريد الميليشيات الانقلابية والتحالف الانقلابي. بالأمس عبد العزيز بن حضور يتحدث بأنه يتعلم من السيد عبد الملك الحوثي ويتعلم من الزعيم علي عبد الله صالح. يعني منهجهم واضح، هم يريدون أن يبسطوا نفوذهم على كل اليمن وعلى الخصوص تلك المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم. الحكومة مختلفة عنهم، ليست الحكومة هي من انقلب على الحوثيين وعلي عبد الله صالح، هم من انقلبوا عليها. الحكومة المفروض أن يكون تصرفها قائم على تصرف مؤسسة على أساس أنها دولة وليست مجموعة عصابة. يعني وعلى العموم يعني أنا أعتقد أن اللقاء ولد الشيخ وتسليم ملاحظات الحكومة كانت تصرفا سليما، وينبغي الآن فقط هو يعني حتى موقف ولد الشيخ وحديثه في عدن بأنه لا توجد شرعية غير شرعية الرئيس عبد الرب المنصور هادي وحكومته، يعني كان إشارة إلى أن المبادرة ألغيت وأن الناس عائدين للحديث عن حلول، عن حل جديد مختلف عما تضمنته المبادرة. بالعودة إلى نقاط الرد، نعم دكتور أيدروس معذرة للمقاطعة، بالعودة إلى نقاط الرد، الحكومة تقول أن الخارطة قد خالفت جميع المرجعيات المتفق عليها. هذه المرجعيات أو هذا الرد الذي أتى من الحكومة لا يعطي مؤشر واضح عن توجهات للمجتمع الدولي بأن هناك الآن رؤية جديدة سيفرضوها على الأزمة اليمنية مخالفة للمرجعيات السابقة، أقصد مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، وأخيرا في القرار الأممي 22-16؟ أنا في تصوري للأسف الشديد المجتمع الدولي ينظر إلى يعني يتعامل بمنهجية خاطئة مع الوضع في اليمن، يتعامل أنه في طرفان متنازعان يجب علينا أن نجمع بينهما ونعمل حل وسط. هذه الطريقة جربناها في 2011 وحصدنا ما حصدناه في 2014 اللي نعم. انقلاب 21 سبتمبر، نعم يعني انقلاب 21 سبتمبر هو كان حصيلة الحكومة التوافقية والحصانة التي منحت لعلي عبد الله صالح. وأنا شخصيا وليس تباهيا ولا تفاخرا كنت من الذين طلبوا عندما قدمت لنا المبادرة الخليجية أن يضاف إليها بند أن يقول كل من يستفيد من الحصانة عليه أن يعتزل السياسة، لكن نعم. ثبرتها حصلت هذه، كانوا الناس غير مكترثين نعم. بموضوع خلاص نعطي على حصانة وخرجنا من الموضوع، والذي حصل إذن نحن أمام إلى أذان لتدمير اليمن. نعم. اليوم أي توافق أي حلول، أنا لا أدري من كان المتحدث قبلي، أنا لحقت الجزء الأخير من حديثه بأنه الحلول التوافقية ستنتج تسوية هشة تماما بالضبط. هذه تجربة 2011 تتكرر معنا الآن. نعم دكتور أيدروس، نعم دكتور، حتى يعني لم يتبقى لي إلا دقيقة واحدة. دكتور أيدروس، هل باعتقادك بأن الحكومة الآن والشرعية تراهن على حسم عسكري قد يتغير على الأرض؟ للأسف الشديد الحكومة تناور وهي في موقع قوة، تناور من موقع الضعف. لو استطاعت أن تغير في ميزان القوى على الأرض لاستطاعت أن تفرض شروطها، لكن الحكومة تتعامل برد الفعل وليس بالفعل. المفروض الحكومة أن تفعل ثم تفاوض من موقع القوة. أشكرك جزيل الشكر دكتور أيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا من شيفيلد من المملكة المتحدة. الشكر أيضا للمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، والشكر أيضا لرئيس مركز أبعاد الدراسات والبحوث عبد السلام محمد، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.